بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. معكم دكتور عصام قنديل. كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة هنتكلم عن المقالة البحثية، وأعمل لكم نموذج استرشادي ممكن نستفيد بيه الطلاب الفرقة التانية والفرقة التالتة، وبرضه ممكن الفرقة الأولى كمان تستفيد بيه. بس أنا لما أجي هتكلم عن إنتاج محاصيل الحقل أو محاصيل الزيت. طبعا احنا اتفقنا هيبقى في أول حاجة تبقى في صفحة العنوان، وصفحة العنوان هيبقى فيها اسم الكلية، كلية الزراعة سبع باشا جامعة اسكندرية، مقالة بحثية في مقرر، اسم مقرر اهو، انتاج محاصيل الحقل مثلا، او انتاج محاصيل الزيت، او انتاج محاصيل الفاكهة، او انتاج محاصيل الزينة، على حسب المقرر اللي عندك اللي انت هتعمل فيه البحث. وممكن ده يمشي معاك كل المقررات الخاصة بقسم الانتاج النباتي. فهنكتب بعنوان كذا مثلا، النهاردة ضربت مثال كده عن هتكلم مثلا عن الفجوة الغذائية في محصول القمح، أو الفجوة الغذائية بصفة عامة في مصر، أو هنتكلم مثلا دلوقتي هتلاقوني عارض لكم كذا موضوع ممكن تستفيد بيه في المحاصيل، سواء محاصيل الزيت، سواء محاصيل عقل، او في اي محاصيل، محاصيل زينه، محاصيل فاكهه، على حسب انت دارس ايه، او الدكتور بتاع الماده مقرر ايه. فمثلا انا هتكلم عن الفجوه الغذائيه في محصول القمح، ده العنوان بتاعي، وان العنوان ما يزيدش عن 15 كلمه. في الصفحه الاولى دي هنكتب عمل الطلاب الفرقه الثانيه، طبعا هتكتب اسم الفرقه بتاعتك، الفرقه الثانيه والفرقه الثالثه، وطبعا لو الفرقه الثالثه بتكتب شعبه كذا، تكتب شعبة كذا، شعبة مثلا لو انت في مادة في شعبة طبية عطرية، واخد مادة تانية في اختيارية في قسم تاني، تكتب شعبة كذا، مادة قسم شعبة انتاج نباتي، واخدة مادة في قسم تاني، تكتب شعبة ايه كذا. في الفرقة التانية ما فيهاش شعب طبعا، الفرقة التالتة شعبة كذا، تبدأ على الفرقة التانية مثلا، هتيجي كاتب الخمس أسماء بتوع الطلاب، محمد أحمد محمود، محمود سعد، سعد علي، رمضان سعيد عليكو، وعيد سعيد عليكو إن شاء الله. دول الأسماء، الخمس أسماء اللي ممكن أحطهم جنبهم رقم الجلوس والقسم اللي سعادتك فيه أو سعادتك فيه. وهنقول بقى بالنسبة للتقسيمة كده، طبعا احنا هنبقوا مقسمين المواضيع، محمد هيعمل مقدمة، محمود هيعمل الموضوع، سعد هيعمل النتائج، رمضان هيعمل التوصية، عيد هيظبط الدنيا، هيعمل محتويات ومراجع وهكذا. وبعد كده نعمل الموضوع كامل زي ما هنشوف دلوقتي، ونبعته لكل الناس تبص عليه، تقول وجهة نظرها أو رأيها في الموضوع، وتراجع، وبحيث كل الناس تبقى استفادت، وكل الناس تبقى قرأت البحث ككل. ده بالنسبة للصفحة الأولى. طبعا أنا شغال دلوقتي على ملف وورد، ملف إيه؟ ملف وورد. شغال على اللاب، شغال على الديسكتوب، شغال على الموبايل. انت بتفتح وورد، مايكروسوفت اوفيس وورد، على حسب الوورد اللي عندك تبدأ تدعم. دي اول صفحة، وبعد كده بعمل انتر، هتدخلني الصفحة الثانية اللي هي صفحة المحتويات. صفحة المحتويات هيبقى فيها المحتويات اللي عند العنوان، والمحتويات، والمقدمة، والموضوع، والنتائج، والخاتمة، والمراجع، والمسلسل بتاع 1 2 3 4 لحد 7 عناصر او بنود، وقصاد كل بند هيبقى ايه رقم الصفحة. العنوان كان صفحة 1، المحتويات كان صفحة 2، المقدمة كان صفحة 3، الموضوع ممكن تاخد صفحة 2 على حسب عدد الكلمات اللي انت من 500 ل 600 هياخدوا عندك صفحتين، هتكبر الخط هياخدوا صفحتين، هتصغر الخط هياخدوا صفحة واحدة، على حسب، يبقى ممكن 4 و5، والنتيجة هتاخد 6. طبعا حتى شكل البحث هيبقى عليه ضمن التقييم، يعني هيبقى ضمن التقييم. نيجي بقى المقدمة في حدود 150 ل 200 كلمة.
في المقدمة لازم في المقدمة لازم تشتمل على العناصر الآتية. لما تيجي تعمل مقدمة هتشتمل على العناصر الذاتية اللي هي بالأخضر دي كده اهي، تشتمل على أهمية المشكلة. دلوقتي أنا هتكلم عن مشكلة الغذاء في مصر، أو مشكلة الفجوة الغذائية في مصر أو في الوطن العربي، أو في هتكلم مثلا عن التسميد، هتكلم عن يبقى أهمية الموضوع، نقول أهمية الموضوع أو أهمية المحصول اللي أنا هتكلم عليه. طبعا أسباب المشكلة دي، هل طبعا عشان انا هتكلم عن المشكله فانا يبقى في اسباب مشكله وبعد كده الحل. لو انت هتتكلم عن التسميد، طب هو انت التسميد هتقول اهميه التسميد ومشاكل التسميد اللي بتحصل مثلا وازاي اعالجها ازاي. طب انا هتكلم عن الرأي كذا وكذا وكذا، وهختار منهم الطريقه المناسبه للمنطقه اللي عندي على حسب الموضوع اللي عندك. تشتمل على اهميه الموضوع اللي انت هتتكلم عليه. لو في مشكله، تعرض مشكله عن الموضوع ده، مثلا تسميد الري، طرق الزراعه، طرق الحصاد، طرق مش عارف، تعمل انت مشكله، اكيد في مشكله في الموضوع ده، وانا هحلها ازاي او انا هحلها ازاي. تمام. نيجي بقى، جيت كاتب انا اهو اهميه محصول القمح من اهم المحاصيل، الحبوب اللي خاصة بيستخدم في غذاء الإنسان. طبعا ده الكلام ده جبته من على النت مثلا، أو قريته في كتاب، شفت. لازم يبقى عندي مصدر أحطه فيه وهفهم، عشان ما يحصلش عملية اقتباس. حاول تكتب بأسلوبك أنت، تفهم الموضوع وهنوريكوا إزاي يعني. تفهم الموضوع وبعد كده تكتب بأسلوبك، وبعد كده تقول أنا، خلي بالك لو أنت نقلت كلمة من مكان لازم تحط اسم المرجع ده في الآخر عندك. تمام. يبقى انا قمت بالمقدمه اهو، قلت زياده كذا، يبقى قلت اهميتها، قلت الاسباب المشكله اللي عندي، وحل للمشكله ده وهكذا. دي المقدمه، دي صفحه واحده بتاعت الايه، المقدمه. والمقدمه لا تزيد عن 150 و200 كلمه. نيجي بقى للموضوع. الموضوع يتراوح ما بين 500 كلمه 600 كلمه. في الموضوع انا بقى هعمل ايه، هسهل لك الدنيا عليك شويه. هعمل ايه مثلا؟ انا هتكلم عن الفجوه الغذائيه، فهحط اسئله وابدا اجاوب على الاسئله دي، واعمل موضوع، اعمل شكل الموضوع كده. ومن شكل الموضوع ده اكني انا بعمل بحث، فهجيب من هنا. يفضل تعدد المصادر وتكون مصادر حديثه، تبقى افضل يعني. استخدمت الكتاب، استخدمت موقع، استخدمت بنك المعرفه، anyway. فانت حط اسئله وابدا جاوب كده على الاسئله، واعمل سيرش على الاسئله بتاعتك كده. هتعمل ايه هي الفجوه الغذائيه، خطورتها، ما هو يعني فجوه غذائيه. بتكلم عن امن غذائي، امن قومي، ازاي احققه. طب هي اسباب الفجوه الغذائيه دي ايه، كذا وكذا وكذا. طب ايه الاثار المترتبه على كذا كذا، طب احلها ازاي، وممكن احلها في فتره زمنيه كذا. تمام. او اي عنصر مرتبط بالموضوع ابدا احط له ايه اسئله. وحتى كده اهو قلت لك مثلا، ضع أسئلة وحاول إجابة عليها لتصل كتابة بحثك أو بحثكم يعني. هحط أسئلة كده وأقول فلان يدور على السؤال ده وفلان يدور على ده، نجمع ونعمل الموضوع، وهيبقى شكله جميل من 500 600 كلمة، وده مناسب جدا، وهنلاقي ابتكارات منكم إن شاء الله يعني. طيب أنا ممكن أحط مواضيع تانية للجماعة بتوع المحاصيل، سواء الزيت أو محاصيل الحقل. مثلا احط موضوع عن علاقة تسميد بمحصول معين، اخد محصول القمح، اخد محصول الفول السوداني، هاخد محصول البوار الشمس، اقول علاقة تسميد بيه، هل التسميد ده بيأثر ولا ما بيأثرش؟ طب هل هو، انا هتكلم عن التسميد المعدني ولا التسميد العضوي ولا التسميد الحيوي؟ مواضيع كتيرة جدا في المحاصيل ممكن اتكلم عنها، وهعمل بحث، وممكن هستفيد جدا. طول ما بتبحث عن التسميد، طب في تسميد عضوي، تسميد معدني، وفي تسميد كيماوي اللي هو المعدني طبعا، وفي تسميد حيوي. طب ايه طرق التسميد الحيوي، ايه الاخطاء اللي بتتم في التسميد، طب اعالجها ازاي. طب كل ده يبدأ علاقة المية بالمحصول. طبعا ده على سبيل المثال يعني، لا على سبيل الحصر يعني. طرق ري مهمة جدا، عندي طريقة ري بالغمر، وطريقة ري بالرش، وطريقة ري مميزاتها وعيوبها، دي مشاكل كل واحدة، والمفروض نستخدم كل طريقة دي فين. خد انت بقى، حط اشتغل كده، اعمل موضوع كأنك انت هتشتغل وزير ري مثلا، وزير زراعة. تبدأ تشتغل ازاي، تحل المشكلة ازاي. يبقى انا عايزك في الموضوع ده هتبقى عامل مشكلة، المشكلة دي هتجاوب على
الاسئله اللي انت هتحطها، ايه هي المشكله، هتحلها ازاي، الاثار المترتبه على المشكله دي، وسائل الحل، وحط فتره زمنيه لعمليه للحل بتاعك ده، طرق الري، الري في الاراضي الجديده، مش عايز اطول عليك، الصرف ودوره في المحاصيل، طرق الزراعه، خد طريقه معينه، خد طريقه القصب بس مع حصيل سكريه، والطرق المستخدمه، واتكلم عن الطرق الاليه، كل ده عناصر صغرى، ايه هي العناصر الصغرى ومميزاتها وعيوبها ومشاكلها، والمفروض ان انا بستخدم العناصر الصغرى في الصورة الفلانيه، وما استخدمها استخدمها رش، ما استخدمهاش ارض، استخدمتها ارض، في مواضيع كتيره جدا هي بقول لك امثله عليها، ممكن تبدا تختار وتحط تحط ايدك على الموضوع الصح اللي يمشي معاك. العناصر الكبرى، الاسمده وانواعها، الاسمده الصلبه، الاسمده السائله، الشتل، مواعيد الزراعه، الحراره، الاضاءه، شده الاضاءه، نوع الحراره، اتكلم عن التزهير في محصول معين، اتكلم عن الاخصاب، اتكلم عن التلقيح، اتكلم، عندك مواضيع كتير جدا ممكن تبدعوا فيها، وهنلاقي ان شاء الله مواضيع مبتكره، وهنلاقي مواضيع وابحاث ما كنتش متوقعها هتطلع مننا يعني. بعد كده النتائج، طيب انا عملت موضوعي على النتائج، طب انا جاوبت على الاسئله اللي عملتها وبدات احل، النتائج مترتبه، هتطلعها في نظام بوينت كده، النتائج ان انا مثلا لازم ازود الانتاج المحلي عشان احقق الامن الغذائي، لازم ازود الوعي الاستهلاكي للناس علشان يقللوا من الاستهلاك، والناس بتاخد الدقيق تاكله للفراخ وتاكله بتاعك فمش عارف ايه، لازم انسق بين المؤسسات الزراعيه عشان والمزارع، او المزارع اربطه بالمؤسسات الزراعيه، افعل دور الارشاد الزراعي، اقل، كل دي نتائج، كل دي نتائج، لا ده انا لقيت، خلي بالكو، لقيت لما بستورد بستورد جزء من القمح واحطه على جزء من القمح بعلي نسبه، دي نتيجه، لما جت الحكومه عملت ايه؟ عملت منظومه الرغيف ومنظومه التسعير والفيزا وكده، ده نتيجه اهو، وجدنا ان ده في دي ده حل. جينا لقينا بعض البلاد ما عندها ارشاد زراعي وعملت المرشد كويس، والمرشد اشتغل ونزل وفي الموضوع، لقى نتيجه، يبقى تحصلت على نتيجه. لا ده خلي بالكم لما انا نستخدم التسميد في المواعيد المعينه يبقى ده دي نتيجه عندي اتحصلت عليه، اما استخدم التكنولوجيا هوفر في الوقت وفي الجهد وفي المال في الفلوس، دي نتيجه، كل ده ايه؟ هقلل المنافسه، اما جيت زرعت خدت محاصيل زرعتها، محاصيل كانت بتزرع في الارض القديمه اللي او في مساحات القمح، وجبت محاصيل تانيه بزرعها في الارض في الاراضي الجديده، بنتيجه ان انا وصلت ده، يبقى دي النتائج من 150 ل 200 كلمه. بعد كده الخاتمه، هنيجي نقول بقى من خلال المعلومات السابقه والنتائج المتوصل عليها، نوصي باللي انت عايز توصي بيه بقى، انت مثلا لقيت عندك السعي في كل الوسائل ان انا هعمل توسع راس وتوسع افقي، وهعمل خلط بين الدقيق القمح ودقيق الذره عشان اقلل الفجوه، هطلع هجيب محاصيل جديده ازرعها بعيد عن القمح، بعيد عن القمح ما تنافس زي البنجر مثلا بينافس القمح في الشتاء، فلا ده انا هطلع البنجر في المناطق الجديده بس، كل ده يبدا ايه؟ هعمل محصول جديد مثلا زي الكنوه والجوجوبا مثلا، ازرعهم في مناطق جديده عشان هيدخلوا لي دخل، هصدر ودخل دخل عندي، اشتري بيه قمح، كل ده يبقى حل للمشكله، او ده حل للايه؟ دي الخاتمه، والخاتمه قلنا من كنا محددينها كام؟ من 50 ل 100 كلمه. تمام، بعد كده المراجع بقى، دلوقتي مراجع طبعا هنبقى استفدت من البنك المعرفه المصري، واحط اللينك بتاعه، خدت مثلا من كتاب الدكتور محمود، دكتور عصام، كتاب المحاصيل مثلا، وكانت مثلا نسخه 2018، خدت اهي الكتاب اهي، هكتب مثلا هنا اهو، انا خدت الكتاب، يبقى اسم الدكاتره في الاول، وبعدين اسم الكتاب، وبعدين سنه النشر، وممكن كمان احط عدد صفحات، لو انت عندك عدد صفحات مثلا 200 صفحه، نحط صاد نقطتين فوق بعض، واحط ايه؟ واكتب ال 200. انا مثلا اما عملت سيرش
حضرتك دلوقتي عملت سيرش عن، جيت كاتب الفجوه الغذائيه، فلقيت حاجه بتتكلمني عن الفجوه الغذائيه اهو في السيرش اهو، عن عند الفجوه الغذائيه بالوطن العربي، وعند الفجوه الغذائيه بموقع ويكيبيديا. فتحت ده وخدت من ده جزئيه ايه هي الفجوه الغذائيه والمقصود بيها ومش عارف ايه. هنا برضو لما فتحت الفجوه الغذائيه بالوطن، خدت مثلا لقيت موضوع مهم او بيتكلم عن تعريف معين او تعريف. طبعا انا هنقرا الكلام، هنقرا الكلام ونبدا نعمل له نلخصه، ما اخدش كوبي وبيست، يعني ما نعملش كوبي وبيست واحطه هناك يعني نسخ ولصق، لصق لا ما ينفعش. هناخد نفهم الراجل ده بيتكلم، بيقول لي اه خلي بالك الموقف الغذائي الراهن بالوطن العربي اتضح كذا وكذا، اه هاخد منه وافهم وابدا ايه، وابدا اعمل ايه، اكتب باسلوب انا. بس هقول في لما اجي ارجع للمراجع اللي عندي اهي، ارجع المراجع هقول انا خلي بالكم انا خدت من مصطفى محمد السعداني وألفت أمي مملوك موضوعها كذا كذا، أنا استعنت بيه عشان بحيث أما أعمل أنا بلاجيريزم أو عملية الاقتباس ألاقيك أنت حاطط البتاع ومش مش واخد كوبي وبيست. تمام، يبقى أنا خدت من الدكتور مصطفى والأستاذ مصطفى أو المؤلف أو الباحث مصطفى ده، وكتبت اسم أسمائهم، وبعدين العنوان أهو، جبت العنوان فين ال آه خدت العنوان الفجر الغذائي بالوطن، وده أسماء المؤلفين، يبقى أنا باخد أسماء المؤلفين الأول، وبعدين العنوان، وبعدين المجلة، اسم المجلة وعددها والمجلد بتاعهم، تمام، وعدد الصفحات، وبعد كده في الاخر احط الايه بحط السنه، يعني هنا السنه انا ما حطيتهاش، يبقى هنا في الاخر شرطه مثلا او كوما 2010، واحط فول ستوب. يبقى ده كده كده ايه كده ريفرنس كامل، كده مرجع ايه كامل. طبعا انا اخدت من موقع ويكيبيديا ده، يبقى هكتبه وهكتب اللينك بتاعه، نفس الكلام اهو، كتبت اسمه واكتب ده كده، يبقى نموذج استرشادي للمقالة البحثية. يا رب تكونوا استفدتم، وأشكركم على حسن المتابعة وحسن الاستماع. أتمنى لكم كل توفيق، كل سنة وانتم طيبين. كان معكم دكتور عصام قنديل، ومع السلامة.